ليلة غير فعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم مستمعي إذاعة صوت الخليج في برنامج سهرة خاصة الليلة غير فعلا. في مجموعة العمل اللي راح ترافقنا في هذه السهرة راح يكون الإعداد من عبد السلام جاد الله بأمثاله، وفي التنسيق معنا خالد المناعي، وفي التنفيذ أحمد الحمادي، وفي الإشراف على الكنترول عبيد الشمري، ومعاكم خالد الشيخ. خلنا نستمع إلى هذا التقرير. سهرتنا الليلة مع فنان تعرفه صيدا كابن لها كما يعرفها ويعتز بذلك. كم وقف على شاطئها ليرمي بأحلامه على أمل أن تأتي حورية البحر ويرافقها إلى مستحيلاته. سمع مقامات الريح وهي نازلة عن كتف الجبل، في صوته شيء يشبه النداء الملتاع على حبيب لا يجيب. شاعري الحنجرة، حميمي النظرة. يا حبيبي بحبك لا ما تبعد عني هواك، خبيني بقلبك عمري وروحي يا غالي معك، صدقني بحبك تبقى حدي يا احلى نصيب، عيشني بغربك كوني بقلبي اغلى حبيبي. لا ما تبعد عني هواك، خبيني بقلبك عمري وروحي يا غالي معك، صدقني بحبك تبقى حدي يا احلى نصيب، عيشني غربك كوني بقلبي اغلى حبيبي. اكتشف أن حورية البحر المستحيلة كانت معه وهو يغني، كان اسمها نادية. تزوج الشاعري المغني من أميرته لتنمو المواويل على شبابيك الدار، ليركض صغار ألحان ومحمد ورنا خلف الغيوم الشمالية المهاجرة. ضيفنا في سهرة خاصة على أثير صوت الخليج لهذه الليلة هو الفنان فضل شاكر، فأهلا وسهلا. كنت بخبي وداري عايش على ناري، شفتك بالي النهار زي ما قلبي اتمنى، يمكن دي الجنة لكن
هستنى أشوقي من نحني حني اللي طار والله على رأي اللي قال إن الحب جاب وحد الألف سؤال نظرة عليك للتواصل مع إذاعة صوت الخليج على الهاتف رقم 44034 من داخل قطر، من خارج قطر فقط إضافة فتح الخط 02974، وعلى الرسائل النصية من قطر 92897، مملكة البحرين عبر زين 77612، عبر باتلكو 92013، الإمارات العربية المتحدة 6964، المملكة العربية السعودية عبر الجوال 80537، سلطنة عمان عبر عمان موبايل 90246، عمان نورس 90644، العراق عبر زين 3557. أهلا وسهلا، شرفونا أحبابنا. أثبتت كذبة أول أبريل أنها كذبة والدليل كذبة أبريل أثبتت بأنها كذبة، والدليل أن ثلاثة موسيقيين مبدعين ولدوا في اليوم نفسه. ففي عام 1873 ولد المؤلف الموسيقي الروسي سيرجي راخمانينوف، وفي عام 1968 ولدت المغنية اللبنانية جوليا بطرس. وضيف السهرة الليلة الفنان فضل شاكر من مواليد 1 أبريل 1969. أكتب عليك أكتب عليك أكتب عليك أكتب عليك أكتب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك ما أكذب عليك لو قلت بحبك لسه أكذب عليك أكذب عليك لو قلت نسيت همسة الصوت اللي ما يخلق الوهم ويخترعه ويخلي الناس تتوهم بأن هذه الحالة صادقة، صوت أنا باعتقادي غير فني. ولذلك يستطيع ضيفنا الليلة أن يكذب كما يشاء بصوته علينا ويحطنا في أي وهم وراح نصدقه.
يسعدني أن أرحب بضيف سهرة خاصة، الفنان الصديق فضل شاكر، آملا أن تسعدوا إن شاء الله بما ستسمعون الليلة من الضيف أو مني أنا خالد الشيخ. يا أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك حبيبي خالد. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. سعيدين أنك أنت موجود. وأنا أسعد. وفي ناس طبعا حاسدين أن احنا موجودين مع بعض. لأن أنا مو قصدي اللي في الكنترول طبعا، لا. لأن قصدي في ناس كثيرة بتحبك وتتمنى يكون تكون حاضرة في هاللقاء. تحياتي لألهم. وأنا أشعر بسعادة كبيرة حقيقة عزيزي أنه التقيتك، لأنه في كثير من الـ من الـ من الظروف الحياتية والإنسانية والفنية بتذكرني دائما بأنه مشوارك يتشابه مع مشوار كثيرين من اللي تعبوا كثيرا في حياتهم ليوصلوا الى منطقه. هالمشوار ان شاء الله راح نستعرض الليله. لكن قبل ان استعرض هذا المشوار بودي ان اوجه لك هالرساله الجميله. رساله بتختم بتقول مدام رانيا من على الموقع عندك. طبعا راح اقولها باللبناني، فاعذرني يعني فيها راح تسمع لبناني وراح تسمع خليجي. بحبك يا اغلى واحن فنان بالكون كله. انا سيده في 27 من العمر ومن اشد المعجبين بالفنان فضل شاكر. وعفوا اذا راح احكي بالعاميه لاني حابه اعبر عن يلي بقلبي. انا بحب الفنان فضل شاكر كثير ودائما بدعي لربي اني ما اموت قبل ما اشوفه ويغني لي الغنيه اللي هي بتحبها وهي لو على قلبي. تحياتي لها وشكرا على ذوقها. ان شاء الله مدام رانيا تكوني تسمعينا. مني لها طولة العمر. ولك كل العمر ان شاء الله مدام رانيا، وللصديق العزيز فضل شاكر ان يلبي اذا حب الان او بعدين. اوكي. ان شاء الله راح نلبي هذا الطلب. نواصل في موضوع سهرتنا في محاورها. حقيقة قبل أشوفك عزيزي وألتقيك اليوم، رحت أدور وراك، أعسعس وراك تصريحات ومن لقاءات، منتديات كثيرة ومقابلات كثيرة، وشفت أنه في بعض التصريحات كانت تعبر عن حالة من أحيانا الإحباط، أحيانا حالة من القلق، أحيانا حالة من اليأس. وفي بعض التصريحات أيضا تعبر عن أنه هالحالة بتروح وبترجع، ما هي مستمرة، يعني حالة الإحباط وحالة كذا. خليني أقول لك شوية من التصريحات اللي وردت، ورح أستخدم كلمة طوط عشان أشيل الكلمات القاسية شوية. الفنان الجميل فضل شاكر وهو في حالة خلينا نقول يعني حزينة يقول: لا أخجل من القول أن الأيام الماضية رغم بساطتها كانت صعبة علي جدا. الأيام الماضية اللي بتتكلم عنها يا أبو محمد، هل هي الأيام البدايات ولا الأيام اللي لما خلينا نقول اشتهرت وابتديت تشتغل في المجال الفني؟ لا، هي الأيام الماضية طبعاً.